بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم عن تي في بوكس او بما يسمى نحول اي جهاز تلفزيون لسمارت. طيب المكونات بتاعت انا اشتريت الجهاز ده اول. طيب الجهاز ده اشتريته ب 650 جنيه من البستان. كنت عايز احول الشال عندي العادية للتي في بوكس زي ما انتوا شايفين كده. الجهاز شكله كده شكله صغير جدا، نقدر نخليه زي مثلا اللي هو الريسيفر المخفي اللي هو بيبقى ورا الشاشة. في 3 فتحات USB، في فتحة ال HD، فيها واي فاي، IPTV، يعني في حاجات كتير. طبعا بيجي معها الريموت، بيجي معها شاحن، وسط ال HD. ممكن طبعا لو ما عندوش وسط HD مش لازم، يعني لانه هو بيديك بيبقى فيه وصلة اللي هي 1 في 3 ممكن تشغل اللي هو الجهاز ده تمام. وفي ممكن باليوسبي ممكن نحط نجيب كيبورد وماوس اللي هم 175 جنيه تقريبا من البستان برضو، ممكن نشغل عليه العاب وكده. طيب هي دي الواجهة اللي انتوا شايفينها، دي الواجهة زي ما انتوا شايفينها فوق خالص علامة الواي فاي، يعني هو متصل بالواي فاي، يعني اللي هتجيبه بقى اي حاجة لأي قطعة ممكن توصل واي فاي او اي حاجة زي دي، غير ان الجهاز فيه فتحة لان تمام. غير ان الجهاز فيه فتحة اللان، طبعا اصدار الاندرويد طبعا بيبقى عالي جدا، في IPTV زي ما قلت لكم. طبعا زي ما انتوا شايفين كده متصل في الواي فاي، جوجل بلاي عشان نقدر نحمل منها اي حاجة احنا عايزينها. طبعا انا كنت بحمل عليها العاب مثلا، بخليها بشغلها لابني وكده، فالموضوع جميل. يعني الموضوع يعني مش مجرد ان اجيب شاشه واتفرج على الرسيفرات وكده. شاهد طبعا لو انت عندك الراوتر بتاعك ممكن يدعم شاهد وبديك فيه اكونت، طبعا شاهد تشتغل عليه شاهد. زي ما قلت لكم تشغله IPTV، معنى IPTV بين سبورت واللي هم الحاجات الرياضيه وكده، يا دوبك انت تشغل على الواي فاي وهو كده كده بيتعامل مع نفسه. ولو ما عندكش في طريقه انا هبقى اشرحها، يعني تقدر ان انت تشغل للجهاز IPTV بس بيبقى فيه اشتراك شهري تمام، تقريبا مش عارف من 35 ل 50 حاجه كده كل شهر تمام، نفس معامله الاندرويد. يوتيوب مثلا، طبعا في اخر الفيديو ده هتشوفوا نقاء اليوتيوب، يعني لو بس هو طبعا هي فيه عيب، هي ميزه وعيب. ميزه ان انت مثلا عندك في الشاشه ممكن تشغل يوتيوب اللي انت ممكن تشغله على الموبايل لاولادك لاي حد لو انت عايز تتفرج على فيلم الحاجات دي كلها. بس هو اللي هو ايه نقاء الفيديو او كده بيسحب نت بطريقه غريبه، وده العيب، يعني ما ممكن الباقه ما تستحملش زي ما انتوا شايفين كده. ده من البرامج بس هو محتاج اكتيفيشن تمام. طبعا من برامج اللي هو زي برامج الاي تي في زي ما انتم شايفين كده، اهو بيحمل افلام والحاجات اللي زي كده، هو عمل له اكتيفيشن خلاص. تمام كده فيشار اللي هو البرنامج ممكن تحمله برضو منه افلام زي ما انتوا شايفين برضو. الصراحة هي دي، هي ازاي انت تقدر تحول اللي هو التلفزيون العادي لسمارت او لجهاز اندرويد، هو عن طريق الجهاز ده. هو الجهاز ده اقل جهاز فيه ب 650 جنيه انا اشتريته، وده امكانياته يعني مش عالية قوي، يعني هو تقريبا 2 جيجا رامات، 16 جيجا ميموري داخلي، واي فاي، كل حاجة يعني، ربع النواة، في اكتر من كده، في اسرع من كده. فتحسوا ان الجهاز حتى مش سريع، 96 ده تحسوا ان الجهاز مش سريع، في اعلى من كده تلاقي الجهاز سريع طبعا. وفي حاجة تانية ان انت تشتري كمان مع الجهاز ده اللي هو الماوس والكيبورد USB، حاجة بتغير الموضوع كله، بتلاقي الحاجات كتير. فيما بعد برضو ممكن تشتري كام او كاميرا، ده تقدر ان انت مثلا تتواصل مع حد من قرايبك او كده لو هو بره مصر او كده،
ببرامج اللي هو الشات، فبرضو انت تشغلها على التلفزيون حاجة كويسة جدا برضو. تمام. طبعا بعلامة زائد دي احنا ممكن نعمل ايه، نضيف البرامج اللي احنا عايزينها. بس في برامج يعني انا محتاج اشغل برنامج معين، طبعا بنشغل طبعا ده برضو زي ما انتوا شايفين كده تابع الحاجات بين سبورت اهي اللي هو الاي بي تي في. في اجهزة اندرويد او تي في بوكس اندرويد بيتيح لك الحاجة دي لمدة سنة مثلا، وفي اجهزة لا، طبعا اشتراك شهري على حسب. تمام زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا دلوقتي اسيب بقى موضوع ان انا الوصولات اللي هي الخارجية والحاجات دي كلها عن طريق الانترنت. شوفوا بنقاء بقى الصورة، ما تتوقعوش نقاء صورة زيادة فعلا. لا تقولوا بقى ده هو بيوصل من النت ولا بيوصل مش عارف ايه، فعلا نقاء صورة حكاية. وطبعا على 2 ميجا يعتبر نت، سرعة الانترنت 2 ميجا. شوفوا سرعة الانترنت 2 ميجا والصورة عاملة ازاي، حاجة تفرق يعني. تمام كل بين سبورت ايه هو ده معنى الاي بي تي في. اي بي تي في ان انا بشغل عن طريق الانترنت بسرعة قليلة، بس اقل حاجة فيها 2 ميجا بس. لازم هتحتاج اشتراك، كده كده بتحتاج اشتراك. بشوفه بتنقل هو من صورة من حاجة لحاجة، بتنقل من فيديو لفيديو مفيش اي مشكلة، بتنقل من فيديو لفيديو مفيش ادنى مشكلة. شوف حاجة تانية، قناة تانية، في بقى اجهزة يعتبر رسيفرات بتشغل ده بس طبعا بطيئة. اما الاجهزة دي هي ليه لكده شغالة لكده. بص كمية القنوات، امريكا والبرتغال، طبعا احنا لو اتكلمنا كتير على حاجة زي دي. بس الاي بي تي في ده حاجة تانية يعني، هنقعد وقت طويل. نهائي كاس عالم اسبانيا برشلونة واشبيلية 21 ابريل، طبعا دي كل القنوات المشفرة. يبقى احنا كسبنا قناة مشفرة، وفي نفس الوقت حتى لو هو خلص مثلا الاشتراكات بتاعته اللي هي بتبقى جاية معاه، لا انت تقدر بكل شهر مثلا 35 جنيه ولا 50 جنيه مش مشكلة، لو 65 جنيه مش مشكلة، بس عندك كمية القنوات دي. تمام. كنت في البداية خالص بدور كتير ازاي اقدر احول الشاشة العادية اللي انا اشتريتها دي لسمارت، ولا ابيعها احسن واجيب جهاز سمارت وخلاص، شاشة سمارت. وفجأة لقيت القصة دي كلها، فالقصة دي بتريح كتير. يعني معنى ما انا ببيع الشاشة بتاعتي اللي هي بتساوي مثلا هتساوي لها مبلغ قليل، واشتري واحدة هتبقى غالية قوي، لا ده ب600 جنيه ولا حتى 1000 جنيه، غيرت الليلة كلها وحولت الايه الشاشة من عادية لسمارت. تمام. وسمارت فيها كل زي ما انتوا شايفين ده كل حاجة. ومش معنى سمارت ان احنا نقدر نشغل الشاشة دي اندرويد، ممكن نشغلها عن طريق اللي هو الاو اس او الاي او اس اللي هو الابل، اللي هو منتجات الابل زي الايفون زي كده. في برضو تي في بوكس عن طريق الابل، بس ده غالي جدا يعني. شوفوا كل ده، تركيا، فرنسا، اليونان، يعني حاجة روعة زي ما بقول، حاجة روعة. مصارعة، في اطفال، في افلام، بس كل ده بيشتغل عن طريق النت. فطبعا الباقة بتاعتك هتبقى هتستخدم جيجات كتير عشان تقدر ايه تستحمل ده كله. فتقللوا منها قوي ان انتوا ممكن تشغلوا حاجات في النت معينه، او تشغلوا افلام معينه وتحملوا افلام وحاجات كده. تمام.
طبعا زي ما قلت تقدر تشغل اليوتيوب عليه، واليوتيوب ليه نقاء معين قوي، نقاء الصورة والصوت بتاع اليوتيوب، يعني زي كأنه نقاء التلفزيون بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده. ان هو طبعا الجهاز مخفي ورا الشاشة، فدي حاجة كويسة جدا. ده كل حاجة، الفيسبوك، جوجل، كل حاجة زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا كمية كأنك على تليفون. شوفوا بقى نقاء اليوتيوب، فهي حاجة يعني بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا شكرا على مشاهدة الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وريت لو في اي حاجة تتواصلوا معايا في التعليقات، وشكرا لكم، مع السلامة.